وين اوراقك؟ عليكم السلام. عد اخوي والله مش على مود الارقام يستلمني. يستلم الارقام وانت طالع تاخذ لك فره بالسياره. على باب الله. على عيني وعلى راسي على باب الله، اكو شيء اسمه قانون. اي. ايش قد عمرك؟ 18. عندك اجازه؟ لا. ما هو الاجراء القانوني بحق الاخ؟ طبعا احنا اخوان. نقطه راس سطر. مو ضد اغلب الاشخاص يقول لي انا على باب الله، على عيني وعلى راسي. كنا عندنا مصدر رزق ونسعى اليه، واكو شيء اسمه قانون يطبق على الجميع. راح يقولون مو على الجميع، لا على الجميع، ليش؟ غايتنا كمديريه مرور عامه تسهيل حركه السير والمرور وتثقيف اخواننا سائقي المركبات، الاخ عندنا عنده مخالفه. شنو مخالفته سيدي؟ المخالفه هي مخالفتين في آن واحد. نعم. المخالفه الاولى دخول العاصمه. نعم. والثاني مخالفه ثلاث مخالفات الحزام الامان. ايه؟ وايضا عدم حمل اجازه سائق المركبه. تمام. نعم. بعد اكو مخالفه اللوحات سيدي، هو اللوحات ورقيه، ده يقول اخوه راح يستلم اللوحات. زين اني واجبي هو تثقيف، لكن بنفس الوقت اخوانك سائقين مركبات من يشوفون مخالفه مثل مخالفتك الحكي كله يصير علينا، ليش؟ لان احنا واجبنا هو تنظيم حركه السير والمرور. فحاليا انت مخالف، راح نتخذ الاجراء القانوني بحقك. سيدي نعم. شنو الاجراء القانوني بحقك؟ هسه حاليا راح تاخذ استسحب ساعه الحجز. نعم. مباشره عدم نعم. حمل مستمسكات. نعم. مباشره لان عنده بدون لوحات. نعم. تتجول المركبه ايضا. نعم. حمل اجازه وايضا اربع مخالفات تبوتي لحضرتك. يعطينا هويتك. جواز المركبه مسروقه مسروقه ست الاف. احنا بعيدا عن كل الاحتمالات يجب ان تدقق ويعرف صاحبها. سيدي ممكن تاخذ الاجراء القانوني بحقه لانه هذه هويته، واحنا نتركك تتخذ الاجراء القانوني بحقه مباشره. نعم. نعم.